إن شمس لم تحبس إلا ليوشع ابن نون إلى ليالي سار إلى بيت المقدس. إن هذا الكلام كلام للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح رواه أبو هريرة رضي الله عنه. فإن النبي أخبرنا أن يوشع ابن نون استطاع بإذن الله أن يحبس الشمس في السماء في منظر عجيب جدا، وكان يوشع في معركة لتحرير بيت المقدس مع قوم اسمهم الجبارين العمالقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، إن شاء الله بخير واموركم بخير، وتحية لكم من أرض فلسطين إلى إخواني في كل مكان. أول شيء لازم نعرفه قبل القصة شيئين اثنين. الأول أنه بعقيدة موسى عليه السلام كان حرام عليهم العمل يوم السبت، والثاني أن هناك قوم اسمهم الجبارين العمالقة، اسمهم واضح، كانوا أناس عمالقة وظلمة، اسم على مسمى. فاحتل العمالقة بيت المقدس التي كتبه الله للمسلمين من أتباع موسى عليه السلام، فشرع الله القتال لأصحاب موسى وتحرير بيت المقدس، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى. ولكن كان ردهم على موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تذكر هذا الكلام لنعرف الفرق بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. فكان بنو إسرائيل جبناء ورضوا بالذل والهوان، فرفضوا أمر الله وعصوا أمر رسوله، فحاول موسى معهم فرفضوا الأمر بشدة وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فدعا موسى ربه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني أنزل بمن رفض أمرك العقوبة، فإنهم عصوا أمرك. فدعا عليهم موسى عليه السلام فجاء الرد الإلهي، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وحرم الله سبحانه وتعالى عليهم الأرض 40 سنة بسبب خوفهم وجبنهم وعصيانهم لأمر الله 40 سنة، إلى أن توفى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام، ومات أولئك الجبناء الذين رفضوا أمر الله، وأبدلهم الله سبحانه وتعالى بقوم أشد منهم قوة وإيمان ورغبة بالقتال، وهم أصحاب يوشع ابن نون. خلينا الآن الدخول بالقصة ووقوف الشمس عن الغياب، واعمل إشي تشربه وتنساش تتابعنا وتدعمنا بالتفاعل. ومرت الأيام والسنين، ومرت 40 سنة التي حددها الله سبحانه وتعالى، وجاء أناس شجعان فبعث الله يوشع ابن نون، ويقال بأنه الغلام الذي كان مع موسى في قصة الخضر في سورة الكهف، والله أعلى وأعلم. المهم أن يوشع قال إن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالقتال وتحرير بيت المقدس من الجبارين العمالقة، وأن بيت المقدس للمسلمين، فبايعوه على القتال والسمع والطاعة، وتجهزوا وانطلقوا بقيادة يوشع بن نون إلى مدينة تسمى أريحة، وحاصروا أريحة مدة 6 أشهر، وكانوا مستعدين لاقتحام أريحة بأي وقت، وكان العمالقة يبحثون عن كل واحد يعبد الله ويأمره بالدعاء على يوشع، وكل واحد يريد الدعاء يقلب الله سبحانه وتعالى لسانه، فبدل من أن يدعو على يوشع يدعو له، وكل هذا يتم بأمر الله. ولما جاء الشهر 7 اقتحم يوشع الأسوار ودخلوا، ووقع قتال شديد مع العمالقة، ومرت الأيام والقتال مستمر، ودخل يوم الجمعة، واليوم التالي هو يوم السبت، وحرام على أصحاب يوشع العمل والقتال في يوم السبت. والعمالقة يعرفون ذلك، فأرادوا الاستمرار بالقتال إلى غروب شمس يوم الجمعة، وبدخول يوم السبت سيتوقف القتال، فأصبحت الخطة عند العمالقة هي اللعب بالوقت حتى يدخل يوم السبت. واقترب غياب الشمس، وجيش يوشع يراقب الغياب لئلا يتجاوزوا القتال بعد الغياب. فنظر يوشع إلى الشمس وقال أنا مأمور وأنت مأمورة، اللهم احبسها علينا. وهنا حصلت المعجزة، فتوقفت الشمس ولم تغرب، والجبارون ينتظرون الغياب، ولكن الشمس توقفت بأمر الله سبحانه وتعالى، واستمر القتال حتى انتصر يوشع بن نون وأصحابه، وفتح بيت المقدس وتحولت بيت المقدس للمسلمين.
بالنهاية إذا أردت الرجوع إلى مصادر هذه القصة ابحث عنها في صحيح مسلم أو البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله.